هذا البرنامج ليس برنامجا يعرض مشكلات اطلاقا. وانا قلت لحضراتكم في فرق كبير جدا بين كوني رئيسا لقناة ومذيعا في قناة. رئيس قناة انا اللي بحط السياسة بتاعتها التحريرية، انا وفريق التحرير بنعمل لها خطة علشان تحقق هدف. اما وانني مذيع في قناة فانا ملتزم بسياستها وما وضعته ادارتها من اهداف راغبة في تحقيقها من خلال برنامجنا مصر اليوم والبرامج الاخرى. فانا ليس مسموحا لي بعرض مشكلات، لان برنامجي مفيش في فكرته عرض مشكلات، ولكن ممكن يكون قابل للتطوير بعد كده، نقدر نخلي هناك فقرة اسبوعية لعرض المشكلات، ولكن ده بيتم بعد موافقة الجهة الإدارية ذات القرار أو صاحبة القرار في هذه القناة. وبالرغم من ده وإنسانيا، نظرا لأن هذه السيدة جت هنا مرتين وهي الآنسة هالة عماد عبد الفتاح. هالة عماد عبد الفتاح فتاة مصرية آنسة وجت هنا مدينة الإنتاج الإعلامي مرتين وقابلتني ولكي تنقل مشكلة والدتها. والدتها هي السيدة رسمية علي طه النادي، الحجة رسمية علي طه النادي. الحجة رسمية عندها مشكلة في قرية بطينة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. لذلك أنا أناشد السيد محافظ الغربية بأن يتصل بنا أو يقوم مكتبه بالاتصال بنا، لأن أوراقها وشكواها مع فريق الإعداد وأرقام هواتفها لكي يتفضل مشكورا بمساعدتها إذا كان لها حق لا يتعارض مع القانون ولا يتعارض مع القرارات الإدارية. المشكلة بتاعتها الحقيقة أنا مش عايز أتكلم فيها ولا أتكلم فيها، ولكن بتمنى أن تكون العلاقات العامة بمحافظة الغربية تتابعنا، أو وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية. وأفضل نظرا لتشعب الموضوع أن يكون تحت يدي وأمام السيد محافظ الغربية. أرجو الاهتمام بهذا الأمر. وأنا عايز أقول للست رسمية علي طه النادي، أنت تعبت نفسك وجيت لغاية هنا، ولكن يا جماعة كل ميسر لما خلق له. أنا ما ينفعش أتكلم في كل الموضوعات ولا في أي موضوعات ولا في مشاكل ولا في كلام من ده، لأن أنا مش حد منعني ولا حد رافض هذا الأمر، ولكن في حاجة اسمها فكرة البرنامج. البرنامج ده فكرته إيه؟ هدفه إيه؟ تصور حلقاته لتحقيق الهدف إيه؟ فما ينفعش أنا أدخل كده لبن، سمك، تمر هندي، بطاطس على بطيخ. حد ينفع يجيب بطيخة ويجيب بطاطس يسلقها ويقوم هارس البطاطس مع البطيخ؟ ينفع نهرس بطاطس بالبطيخ كده؟ أنا أول مرة في حياتي يعني أتصور إن ممكن حد يجيب بطاطس وبطيخ ويهرسهم مع بعض ويأكلهم. ما ينفعش، ما يركبوش على بعض. فالبرنامج ده ما بيهرسش بطاطس في بطيخ. البرنامج ده واضح لما بيتكلم في موضوع فهو بيتكلم في موضوع للشعب كله وليس موضوع لشخص أو لفرد.